first with the first talk by my friend by Mrs. مستقبل الدول الإفريقية هي في وحدة الأفارقة لتكوين قوة وكتلة فاعلة مؤثرة في العالم، وهذا اليوم عندنا دليل بارز وظاهر باللي مكانة إفريقيا في العالم في الظروف الحالية هي مكانة هامة. أظن أنه منذ مدة الجزائر استطاعت أن تبني مصداقية الفعل وأيضا تقدم عدد من المساهمات الفارقة في بناء منظومة صناعة قرارات وتطوير سياسات عامة نافعة للقارة الإفريقية، سواء ما تعلق على مستوى التنمية المستدامة أو عن طريق أيضا العمل على بناء تصورات جامعة فيما يخص الحكامة